استحضار التاريخ وإخراجه من سياقه الحقيقي عبر سرد روايات بإطار طائفي، آلية عملية لشرعنة السطو على المناطق وتسخيف مأساة طرد الناس وقتلهم وتشريدهم. ووراء كل ذلك غرض سياسي يستخدم الدين أداة لخدمته. محافظة نينوى القائمة على بقايا أطلال خلفتها الحرب الأخيرة تسلب من أهلها وتنتزع من يد أبنائها شيئا فشيئا. فبعد خطة الاستيلاء على أوقافها السنية بأياد طائفية تواجه اليوم مخططا أشد خطورة يهدف إلى تحويلها إلى مركز للعتبات والمقامات. العتبة الحسينية في كربلاء نشرت على موقعها الرسمي تقريرا عن أعمال بحث وتنقيب قامت بها في محافظة نينوى بذريعة تتبع رحلة ما سمته طريق السبايا في تل عفر والموصل وسنجار وغيرها من المدن، ومن ثم متابعة الطريق في الأراضي السورية حتى الوصول إلى دمشق مقر حليف إيران نظام الأسد. وبحسب العتبة الحسينية فإن المواضع المهمة في هذا الطريق ستبنى بها حسينيات وتقام بها طقوس تحاكي ذلك التاريخ. بدأت آلة الميليشيات الإعلامية تروج لهذا الطريق وتزف البشريات لمن يضحي في سبيل تعبيده بالمقامات والحسينيات. سينتج عن هذا المخطط استملاك الأراضي على جنبات هذا الطريق وقطعه أمام عودة الأهالي واستجلاب أناس غرباء ليقيموا على العتبات التي ستبنى. والمستفيد الأكبر من هذه المخططات الطائفية والمهندس لها إيران التي تمعن في تفتيت البنية المجتمعية العراقية وتستخدم أنصارها وقودا لإذكاء نار إمبراطوريتها السياسية. المروجون لهذه المشاريع الإيرانية المحضة لا يدركون أن عرض التاريخ المشوه على مسرح واقع دموي سيجعلهم ضحية في نهاية الأمر. فمن يستحل نفي سكان نينوى وسرقة ممتلكاتهم بذريعة تخليد ما سماها رحلة السبايا لن يأمن أن تستملك إيران بيته وهي تقول من هنا مر كسرى وهنالك ضرب قبة وفي مكان آخر تناول طعامه.